الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ابنائي الاعزاء في هذا الفيديو الجديد واللي كيتعلق لنا بتقويم ودعم للوحده الثانيه مكون الجغرافيه طبعا المرجع الجديد في الاجتماعيات نشرع على بركه الله طبعا عندنا الاولانيه هنا انقل هذه الخريطه باستعمال ورق شفاف يك. انقل هذه الخريطه باستعمال ورق شفاف دونك ها الخريطه غنوضعو طبعا الورق الشفاف ونحاولو نحدو الحدود التخوم ديالها استعملوا الالوان المناسبه في رسمي لتمثيل الجبال والهضاب طبعا عندنا السهول هي كاينه حنا سنقوم بتلوين الهضاب وطبعا الجبال مستعملا الالوان المناسبه وانقل معطيات المفتاح طبعا من مراها المهم قمنا بتلوين استعملنا البرتقالي طبعا الهضاب والبني للجبال جبال الريف والاطلس المتوسط والكبير والصغير هنا الهضاب من موراها طلبوا منا المفتاح طبعا إتمام المفتاح ونضع عنوان للخريطة التي رسمها طبعا إذا كنا إتمام مفتاح هذا ثم كنا عنوان الخريطة ها هو مفتاح الجبال قمنا بالتلوين ديالها والهضاب هي قمنا بتلوين ديالها بالبرتقالي هذا بالنسبة للتمرين رقم واحد عنوان الخريطة اللي هو خريطة تداريس المغرب تداريس المغرب نعم تتعلق بتداريس المغرب غنمشيو للتمرين الثاني قلنا أستحضر ما تعرفت عن الطقس والمناخ وأملأ الجدوال طبعا بما يناسب هنا الحد معنى الطقس وهنا معنى المناخ وهنا يا ما يميز الطقس عن المناخ إذا الطقس هو حالة الجو من حيث الحرارة والتساقطات والرياح وغيرها خلال اليوم إذا وحالة الجو من حيث الحرارة والتساقطات والرياح خلال يوم واحد خلال اليوم والمناخ معطيات عامه حول الحراره والتساقطات والرياح وغيرها تهم منطقه ما تهم منطقه ما ولفتره طويله من السنوات فتره طويله من السنوات اذا الان سنقوم باجابه على السؤال الثاني ما يميز ما يميز الطقس عن المناخ ما يميز الطقس عن المناخ دونك الطقس ما يميز الطقس المناخ هو انه مده زمنيه قصيره جدا مده زمنيه قصيره بينما المناخ سنوات طويله دابا آه طبعا نفس الجواب هذا بالنسبه آه المعلومات التي عندنا واحد السؤال تيقول لنا هنايا آه ارادت التي مج... هي نكبروها أراد مجموعة من المتعلمين قيام برحلة رفقة أستاذتهم إلى مدينة مراكش فطلبت منهم طبعا قبل موعد الرحلة تتبع النشرة الجوية على التلفاز لمعرفة الحالة التي سيكون عليها الطقس نعم الطقس طبعا أحدد نوع المعلومة التي ستمد بها النشرة الجوية ما هي المدة او ما هي المعلومات التي ستمدون بها النشره الجويه نعم أه... سنرى اذا المعلومات التي ستمد بها النشره الجويه كاينه حالات الجو قد يكون صح غائم او ماطير ثم تمدون بالحراره والحرارة مرتفعه او منخفضه وطبعا ديال النهار وديال والرياح كيف هي الرياح سرعه الرياح وكذلك حركه البحر حركة البحر يعني الماد والجزر نعم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة الحصة القادمة إن شاء الله ستكون مخصصة للتربية المدنية إلى اللقاء